برحب بحضراتكم مرة تانية في البيت الكبير. النهاردة معنا واحد من أفراد الجيل الذهبي التاريخي الكبير للنادي الأهلي. الحقيقة كان على رأسه طبعا الكابتن محمود الخطيب، صحيح أسطورة الكرة المصرية، لكن ضفنا النهاردة نجم فرض نفسه على تشكيلة الأهلي ومنتخب مصر في السبعينات تحديدا والثمانينات كمان، وكان مقرب جدا من المدرب المجري الأسطوري هادي كوتي وقتها. النهاردة معانا في البيت الكبير بيته الكابتن محمد عامر، اللي منورنا ومشرفنا النهاردة بجد. الله يبارك فيكم، متشكرين جدا على التقديمة الجميلة دي، ربنا يبارك فيكم. وبعدين انتوا يعني مجمعيننا في البيت الكبير. كابتن منورنا يا كابتن، على المستوى الشخصي انا سعيد ان اكون موجود مع حضرتك. حضرتك اسطوره كبيره وقامه كبيره جدا جدا، وطبعا احنا موجودين كلنا في بيتنا، في البيت الكبير، في البيت النادي الاهلي. يعني انا سعيد جدا طبعا ان انت موجود. ربنا يخليك، ربنا يخليك. يعني برنامج جميل، و يعني عامل واجهه جميله جدا للقناه، و انا بحب جدا اتفرج على البرنامج بتاعكم. منورنا يا كابتن ومشرفنا، وعندنا حاجات ان شاء الله كتير قوي هنتكلم عليها، النادي الاهلي والبطوله الافريقيه وطموحاتنا، نتكلم كمان عن حضرتك وعندك اكيد ذكريات جميله جدا مع النادي الاهلي، فكل ده ان شاء الله نتكلم شاء الله مع حضرتك فيه. نشوف التقرير ونرجع مع الكابتن الكبير محمد عامر. على مر تاريخ الكرة المصرية مر على المارد الأحمر كوكبة من النجوم الذين حفروا أسماءهم بحروف من ذهب، ولا يمكن أن تسقط من ذاكرة عشاق القلعة الحمراء لمساتهم الساحرة ولا مبارياتهم المدهشة التي قدموها رفقة الفريق. ومن هؤلاء النجوم نجم النادي الأهلي السابق والمدرب الخلوق محمد عامر، الذي فرض نفسه كواحد من أبرز أفراد الجيل الذهبي للأهلي والكرة المصرية في السبعينات والثمانينات. ولد محمد عامر في 22 من شهر أبريل عام 1954، وبدأ الرحلة مع كرة القدم بنادي كفر الشيخ وعمره 13 سنة فقط، ثم تم تصعيده للفريق الأول وعمره 16 سنة، كما لعب بدور القسم الثاني 7 مواسم، وانضم لمنتخب المدارس في موسم 1975. ومع هذا المنتخب تحت قيادة مدربه القدير طه إسماعيل حصل على هداف دورة الإسكندرية الدولية. بعد تألق محمد عامر وبزوغ نجمه في دور القسم الثاني، شاهده الأسطورة المجري هيدي كوتي المدير الفني التاريخي للنادي الأهلي، وأعجب به وانبهر بمستواه، وطلب من الإدارة ضمه للفريق ليرتدي عامر قميص الشياطين الحمر عام 1977. ظهر محمد عامر بقميص الأهلي لأول مرة أمام فريق جوت بلبيس الذي لعب في بطولة الدوري العام موسم 1977-1978، وفاز الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة، حيث سجل محمود الخطيب هدفين ومحمد عامر هدفا، ليترك بصمته الأولى مع الشياطين الحمر ويقدم نفسه بشكل رائع لجماهير النادي العريضة. بعد الانضمام للأهلي سرعان ما فرض نفسه على التشكيلة الأساسية للفريق طوال نحو 10 مواسم، من عام 1977 وحتى عام 1987، وشكل ثنائيا خطيرا في هجوم المارد الأحمر مع الأيقونة الكابتن محمود الخطيب. وخلال هذه الرحلة خاض 206 مباراة محلية في بطولتي الدوري والكأس، بالإضافة إلى 50 مباراة إفريقية. وداخل جدران القلعة الحمراء حصل محمد عامر على لقب الدوري الممتاز 7 مرات، وكأس مصر 6 مواسم، ودوري أبطال إفريقيا 2 مرات، وكأس إفريقيا 3 مرات، لكنه يؤكد دائما أن البطولة الأغلى بينها كانت دوري أبطال إفريقيا عام 1982، حيث كانت البطولة الإفريقية الأولى التي يحصل عليها المارد الأحمر.
وبعد أن أحرز رفقة الفريق لقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1987، اختار محمد عامر الاعتزال وعمل بعدها في مجال التدريب، حيث انضم لقطاع الناشئين بالنادي، كما انضم للجهاز الفني لمنتخب مصر لمدة 5 سنوات تحت قيادة المدير الفني محمود الجهري، وبعدها انتقل لرحلة خارج القلعة الحمراء مع التدريب، درب خلالها عددا من الفرق مثل بترول أسيوط وأسمنت السويس. رفيق الخطيب الذي أظهر هيدي كوتي، ده كان عنوان التقرير اللي الحقيقة يعني قصير جدا وفي أكتر منه بكتير طبعا في مشوار حضرتك ومسيرتك، وحضرتك كده بتتابع التقرير بتمعن، إيه أكتر حاجة يعني توقفت عندها كابتن محمد؟ هو الصورة اللي بتاعت أنا والخطيب الملعب؟ لا أنا وكابتن الخطيب، لو جبت الصورة هتلاقي فيه شبه كبير جدا مننا من بعض. يعني كابتن جوهري كان في ماتش في بطولة أفريقيا وخلينا نغير الفانيلات، الأرقام نفسها، الأرقام أنا لبست 10 والخطيب لبس 12 وانا خدت علقه بقى على ان انا خطيب. افتكروك كابتن محمود، عارف راس حربه، عارف الدوبلير. لا وكان الشعر تقريبا لو جبت الصوره هتلاقي فيه الصوره اهي بالظبط، في كاننا اخوات بالظبط، ففي شبه. فحتى كابتن جوهر جابنا احنا الاثنين وقعدنا وقال لي انا عاوز اعمل حاجه وبتاع، قلت له عايز تعمل ايه يعني؟ قال انا عايز اغير الارقام وعشان نموه على اللعيبه دي وكده ويبعدوا عن الخطيب، بحيث ان طبعا الخطيب ياخد مراقبه وبتاع. بالظبط في الماتش دوت عملنا جول انا والخطيب، انا عملت بريس على في ناحيه الدرجه الثانيه كده عند ال 18 بتاع الجول كده، عملت بريس وعملت تاكلينج قمت مزقيها للخطيب. الخطيب كان ظهره للجول عند السنبوكسه بتاع 18، جول من احسن الاجوال اللي حطها الخطيب في حياته، استلمها وهو ظهره للجول وعمل لفها في البعيد في البعيد، حتى كان هو مع في برنامج مره مع عدنان دوت بتاع الامارات تقريبا، كلمني قال لي فاكر الجول دوت؟ قلت له فاكر طبعا. فنقول من احسن الاجوال في الاجوال اللي جت في حياته يعني. ذكريات جميله. وانت كمان قلت لي في خلال التقرير كان في وانتوا بدرع الدوري فلقيت العدد تقريبا كنتوا 6 أو 7، فقلت لي لا ده خط النص بس. خط النص ده يعني خط النص كده خد الدرع الدوري وتصور بيه خط النص. وكلكم بقى ما شاء الله اسماء يا كابتن يعني. لا ما شاء الله ده يعني كان كل واحد يقوم بفرقه، ده حقيقي. وبعدين كان في منافسه شديده جدا بيننا وبين بعض في الملعب، كل واحد عايز يلعب. واحنا 30 لعيب. هاي الصوره يعني شوف كابتن صفوت وكابتن رمضان، احرف واحد في مصر كلها كابتن صفوت. كابتن صفوت الله يرحمه كان حاجه جامده جدا جدا يعني. كابتن رمضان السيد، كابتن رمضان السيد وخالد جد الله وشطه وطاهر الشيخ على اللي ماسك الكوره، ومجدي عبد الغني اللي قاعد، وانا اللي قاعد جنب مجدي. ده خط وسط كل واحد فعلا يعني يعمل فرقه فعلا. الحاجه الكويسه ان كان النادي الاهلي موضوع بقى ان احنا نبقى رايحين عشان هنتعادل ولا هيخش فينا جول، الكلام ده ما كانش موجود في القاموس خالص بتاعنا. احنا رايحين نكسب، والناس مش رايحه تتفرج على النادي الاهلي هيكسب ولا هيخسر ولا هيتعادل، لا ده رايحين يشوفوا كم هدف هيجي ويستمتعوا بلعب، لان كنا 30 لعيب، اللعيبه اللي في الملعب، اللعيبه اللي بره تبص عليها تخضك يعني، ما يبقى قاعد بره صفوت عبد الحليم وقاعد طاهر الشيخ، وممكن في وقت من الاوقات الخطيب قاعد بره وزيزو، وفي فرقه بتلعب وبتكسب،
يعني حاجه تخض. ده حقيقي طبعا. كابتن محمد حضرتك كنت جناح مهاجم بالمعنى الحالي للكره الحديثه، مين من النهارده من اللعيبه في النادي الاهلي خلينا نقول اللي في مركز حضرتك ولافتين للنظر؟ هو الـ 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 المكان ده فيه، انا كنت بلعب، ما كنتش بلعب جناح، انا كنت وسط ملعب، هاف ليفت. انا يعني انا كنت جاي من كفر الشيخ راس حربه يعني حضرتك لعبت راس حربه في أنا كنت في كفر الشيخ راس حربه، ما كنتش اعرف العب غير راس حربه فعلا. وجابوني النادي الاهلي ونزلت الملعب وهديكوتي شافني وكل حاجه وجربني في ماتشات تجريبيه كتيره جدا. كبوزيشن راس حربه هو اللي غير مركز حضرتك؟ هو اللي غير المركز، قال لي انت هتلعب هاف ليفت. انا جاي من كفر الشيخ وانا عايز العب في فرقه كبيره وعاوز العب. قلت له ماشي، لو عاوزت العب خشبه في الملعب العب. صحيح طبعا النادي الاهلي عايز تلعب، حط رجلك في الملعب، عاوز تلعب وفرصه جايه لك. صح. عشان كده انا بقول لاي حد بيجي النادي الاهلي جديد، ده انت اللي ما لعبش في النادي الاهلي ما لعبش كوره، انت فرصه حط رجلك ما تطلعهاش غير بتضلين لغايه لما تبطل كوره. عارف لما تروح مكان فيه فلوس وبيديك فلوس بتاع، ما تسيبوش الا لما خلص على الفلوس، لا خلص يعني حياتك في النادي الاهلي. فقلت له ماشي. وبدات ان انا اشتغل في المكان، واول ماتش في حياتي لعبته كان وينج رايت. يعني شوف بقى، الدنيا بقى ايه. كنا في ماتش جود بالبيس ومصطفى عبده جه الصبح قال له انا عندي شد. قال له ايه يعني انت نمت قمت عندك شد؟ ممكن صحيح طبعا، ممكن الواحد يبقى وهو نايم رجله تبقى في وضع مش مظبوط او حاسس بحاجه في رجله. هديكوتي قال لي حط الشنطه بتاعتك في اوضه اللبس، تعالى. كنا رايحين المطعم بقى، خدني لغايه المطعم يوم المباراه نفسه، يوم المباراه الصبح. احنا بنروح، كانت مبارياتنا الساعه 3 في استاد القاهره، كنا بنروح الساعه 11 نتغدى. مفيش بقى معسكرات قبليها؟ لا لا، ما كانش فيه. ما انا هقول لحضرتك برضو الايه، المعسكرات دي كانت بتتعمل ازاي. احنا كنا بنعملها لوحدينا، انتوا اللعيبه. احنا مجموعه كمان، مش كل اللعيبه. احنا كنا مجموعه، انا والخطيب واكرامي ومختار، وكان حمدي جمعه معانا، وكان جمال عبد الحميد قبل ما يروح الزمالك، وماهر همام. كنا طبعا بنعمل معسكر لو في ماتش زمالك. تعملوا تباتوا بقى عند حد معين كابتن؟ يعني يا في شقه الخطيب، عند الشقه بتاعتي. لان انا كنت ما اتجوزتش وقاعد في شقه مفروشه وكلام من، فكنا نقعد الاسبوع كله في الشقه، نطلع من التمرين نجيب اكلنا اللي يكفينا لتاني يوم، وناكل ونشرب وقاعدين نتفرج على التلفزيون، نلعب كوتشينه، نلعب يعني. وعاملين معسكر مع نفسينا لان في ماتش مهم بعد اسبوع مع الزمالك. انتوا اللي بتقودوا باقي الفريق. طب. فكنا عايشين حياه احترافيه قبل ما يكون في عهد هواه يعني، زي ما بيقولوا كده. فطبعا كان اول ماتش ليا مع فهديكوتي، خدني من اوضه اللبس لغايه المطعم، قال لي انت هتلعب النهارده وينج رايت. انا هو قال لي وينج رايت، انا بصيت له كده، ف وهتعمل كذا وتعمل كذا، وفهمني بقى شويه حاجات اعملها. انا ما عنديش مشكله يعني. ورحت لعبت وينج رايت كما الكتاب بيقول. مثال جبت جول، والخطيب جاب جولين في الماتش، كسبنا 3. بره بقى كان مين قاعد بره؟ كان قاعد صفوت بره، قاعد احتياطي، كان طاهر الشيخ، وكان تقريبا شطه. فطاهر الشيخ ومصطفى عبده بقى جه قاعد بلبسه قاعد بره. فمسكوا بقى طاهر، قال له بقى جالك اللي هيقعدك في بيتكم. على حضرتك. لا هو انت يعني زي ما قالت سام برضو، وينج يمين مهاجم يعني، هو طبعا من المباراه ديت اتخذت بالشكل ده. عملت الوينج رايت. وينج رايت كما الكتاب بيقول. مصطفى تلاقيه زعل منك بقى. لا ده هقول لك، ده انا هقول لك دي اثرت مع مصطفى في قد ايه؟ فعلا. مصطفى جات له غيره ايجابيه. ايجابيه طبعا. عارف في السنه دي
خد احسن لعيب في مصر كابتن مصطفى. ايوه استفز بسبب الماتش دوت. شوف قال لك واحنا كنا ساعتها ايه اللي بيخش اللي بيخش ال 16 كان اينيا 16 من 18 اللي بيخش ال 16 بيبقى لو دخل بقى احتياطي مستني خمس دقايق بس ينزل، لو نزل ما حدش يطلعه الا باصابه بقى بانذار بوقف كده بيموت نفسه في الملعب عشان خلاص بدات العب. فاللي بره ال 16 بيعاني ما هو مش عارف يخش. الموضوع صعب. الموضوع صعب لان ال 16 لعيب جامدين جدا واللي بره ال 16 جامدين جدا. فالماتش دوت خلى مصطفى عبده ياكل في نفسه وكان احسن لعيب في السنه دي والله العظيم. بتدي حوافز كان مدير فني كمان الكابتن. بس ده حافز ايجابي عارف ما تاخدش العكس. الكابتن كان مدير فني ويعرف لو اللعيب عندي خلاص ضامن ان انا بلعب بيجيب له واحد كويس يلعب عليه علشان التاني يعني هاني اشتغل في التدريب واحنا يعني لما بيبقى في لعيب بيتدلع شويه نجيب له لعيب من الناشئين ازقه ولو لعيب كويس مجرد بس ان انا ادي له قلم بس صغير كده احسسه ان العمليه مش واقفه عليك. صح لازم يبقى في منافس. كابتن محمد ما ردتش على سؤالي تقييمك ايه لوليد سليمان اجاي الشيخ الشحات من تاني عندنا مين كهرباء كهرباء. وليد سليمان يعني انا بقول عليه ان هو راجل من الناس اللي يعني معدنهم جيد جدا جدا لانه اولا سنه كبير وبيقعد احتياطي وما بيتكلمش مظبوط وبينزل خمس دقايق بيأدي كأنه بيلعب 90 دقيقة بينزل 10 دقايق بينزل يحط جول بينزل يكسب النادي الأهلي بيبقى مبسوط جدا دليل انه قاعد بره مركز بشكل كبير جدا ده بيعيش عيشة احترافية بحتة. ده انا بعظم له وليد سليمان. لا طبعا وليد سليمان. احمد الشيخ أحمد الشيخ لعيب جيد جدا وبس هو محتاج يعني يهين نفسه شوية في الملعب يهين نفسه يبقى عنده الروح القتالية عالية شوية يعني بين نفسه يعني يتزحلق يعمل تاكلينج يعني روح القتاليه يعني هو عند يعني عشان هو لعبه بس مهاري اكتر مهاري شويه فلكن وطبعا دي بتبقى صعبه عليه شويه لانه طبعا كبير الحاجات دي ممكن بنغرزها في الناشئين وهم صغيرين الولاد بنمسكهم بنقول لهم احنا في النادي الاهلي ما عندناش هنا مركز لا تاني ولا تالت احنا بنلعب على الاول. صح. فبيبقى عنده رغبة الفوز نمرة واحد يحطها في اعتباره الإرادة القوية لازم تبقى عنده الروح القتالية في الملعب تبقى موجودة لأن احنا النادي الأهلي على مدار السنين كلها من أيامينا هاني لغاية ما النهاردة ممكن مثلا المنافس بتاعنا الزمالك طبيعي ممكن يبقى نادي الزمالك فنيا أعلى مننا ممكن في سنة من السنين لكن احنا بنكسبه واحنا ممكن يكون في مثلا عندنا افراد فنيا مش قد نادي الزمالك لكن عندنا الروح القتاليه وروح الفنيله الحمراء بتغلب لحظة. على لاخر لحظه ده صحيح ده صحيح. وبمناسبه حضرتك كمان خلال التقرير بيقول ان من الحاجات المهمه جدا في ذكريات حضرتك كانت البطوله الافريقيه طبعا سنه 82 فدي ذكرى جميله جدا وبيليها طبعا يوم 27 نوفمبر في يوم تاريخي طبعا في تاريخ الكره المصريه عامه خلينا نتكلم ان اول مره في تاريخ الشامبيونز ليج الافريقي في فرقتين من بلد واحده في مصر وده نجاح كبير جدا للكره المصريه والمباراه كمان في مصر المقارنات ازاي وعشت ليله مباراه كبيره زي مباراه النهائي اللي خدنا فيها الكاس الغاليه سنه 82 ورفعناها كان في اسك ابيجان في كان كوتوكو في كوماسي في كوماسي فلحظه يعني ليله المباراه قضيتوها ازاي يا كابتن؟ ده ما انا ده مش ليله المباراه ده الرحله الافريقيه كلها من الاول ما طلعت انت عارف زمان كان بيبقى رحله طويله مثلا رايحين غانا او رايحين الكاميرون طياره في الاسبوع رحله واحده مش في اليوم مش في اليوم لا يعني طياره كل اسبوع
وتبقى رايحه ترانزيت و يعني ممكن بتوصلي في 17 18 ساعه صحيح. بالترانزيت بتاعه كده. دي احنا رحناها في طياره خاصه، طياره حربيه. الرئيس ساعتها كان حسني مبارك جاب لنا طياره حربيه وحطوا لنا فيها دكك في الطياره جوه، طياره كبيره طياره من جوه فاضيه ومرمين الشنط ورا شنطنا وجايبين من الاستراحه بتاعتنا اللي في النادي دي اللي كنا بننام فيها مراتب المراتب السفنج ورامينها ورا، لان احنا المطار بتاع كوماسي مطار حربي ما بينزلش فيه الطيارات المدنيه. فعشان كده خدنا الطياره الحربيه دي. المسافه من هنا لكوماسي للمطار الحربي دوت 14 ساعه في الجو. كان معانا طقمين طياره غيروا، نزلتوا طبعا عملتوا لما نزلناش وهي 14 ساعه طياره ومونت نفسها من فوق والطقمين الطياره غيروا مع بعض 14 ساعه ما نزلناش. رحله طويله قوي. رحله طويله جدا. وبعدين لما رحنا هناك بقى الفندق والناس ليله المباراه، احنا طبعا كنا كسبانين هنا في مصر 3-0 الماتش بتاع مصر دوت. لما انا دايما اقول للناس، اقول لهم عايزين تتفرجوا على الجيل بتاعنا، اتفرجوا على ماتش كوتوكو 3-0 في استاد القاهره. شوفوا الجيل بتاعنا ماتش كبير يا كابتن. نعم ماتش كبير جدا كبير، يعني كلنا بنلعب بروح قتاليه غير عاديه. يعني مصطفى عبده اللي ما كانش يعني ممكن يعني ما يقاتلش ويزحلق، اول واحد كان بيقاتل في المباراه دي. فطبعا احنا الماتش مش سهل، ورحنا هناك الجماهير جت لنا الساعه 5 الصبح صحتنا من النوم وخبطوا على الشبابيك. فده كمان اجهاد كان اكبر. يعني 5 الصبح صحينا خلاص ما نمتوش يعني يعتبر ما نمناش. وبعدين رحنا بالاتوبيس وقفونا قدام الاستاد لغايه قبل الماتش ما يبدا بربع ساعه. فاحنا طبعا قبل الماتش ما يبدا بربع ساعه. ايوه. طب ما فيش تسخين ولا ما هو احنا في لما لقينا الدنيا بقى مقفله كده قالوا لنا كل واحد يلا ينزل سخن. لبسنا في الاوتوبيس والله ونزلنا من الاوتوبيس نجري على الملعب، نجري على الملعب لان الماتش هيبدا. يعني ربع ساعه فضل احنا ما سخناش احنا كنا بقى في غيبوبه تلت ساعه بالظبط. يعني احنا ما سخناش وبنلعب وبدا الماتش يعني كده. وطبعا مش قادرين نتلم على نفسينا احنا، وكانت الجو حر كمان جدا. كان الماتش الساعه 3 الظهر اعتقد يعني. ايوه 3 الظهر. ف اترزعنا جول في التلت ساعه الاولانيه. قلنا بقى ايه ده، احنا الجول ده فوقنا خلينا كل واحد يرجع. ما هو التلت ساعه دي جرينا بقى، انت خدتوها تسخين التلت ساعه الاولانيه دي تبقى تسخين يعني. صحيح. مسكنا نفسينا بقى وقدرنا الحمد لله نجيب جول. الخطيب مختار عملها له، الخطيب جاب الجول. اللي ساعدنا كمان قوي في الماتش ده ان الملعب كان عامل زي الغيط، يعني ما ينفعش تلعب عليه كوره اصلا يعني. واحنا كنا واخدين على طبعا هنا كنا بنروح دمياط بنلاقي ملاعب زفت بنروح مش عارف فين. حتى الملاعب في الدوري كانت ملاعب سيئه جدا. طبعا زي دلوقتي. ده دلوقتي يعني. لا دلوقتي احنا في نعيم دلوقتي. احنا في نعيم. طبعا احنا طبعا. كنا بنلاقي ملاعب مش كويسه خالص يعني. طبعا بطوله غاليه وناخد الناس عايزه تاخد البطوله. كان هناك بتاع فوق ال 40,000 متفرج في استاد صغير جدا. خدنا البطوله ورجعنا. والغريب كمان ان الرئيس الغاني هو اللي سلمكم الكاس صح. أيوه. في الملعب. وانتوا كنتوا كمان لابسين اخضر برضو. كنا لابسين اخضر. أيوه. لانهم بيلبسوا احمر. أيوه. اصلا. هناك اللون. فخدنا رجعنا بالكاس يعني بفضل الله. كان مصر كلها مستنيانا. احنا على الطياره ما نزلناش من على سلم الطياره، نزلنا على الارض. احنا دخلونا كان في جمهور دخل لغايه الطياره جوه. والله. وشالونا لغايه صاله كبار الزوار
وطبعا كان موجود بقى التلفزيون ووزير الرياضه وكل الناس والمسؤولين طبعا والمسؤولين. وبعدين رحنا مشينا من المطار لغايه النادي الاهلي في الجزيره في 6 ساعات بسبب طبعا الجمهور وعربيات وجمهور واقف فوق الاتوبيس مطبق السقف فوقينا واحنا مبسوطين موجودين بقى في الاتوبيس مبسوطين يعني حاجه. واول بطوله افريقيه تخش النادي الاهلي. فاكر المكافاه اللي اداها لكم او يعني منحها لكم رئيس الوزراء ساعتها فؤاد محي الدين لكل لاعب؟ لا انا فاكر دي اكتر سنه خدنا فيها فلوس يعني 2000 جنيه كابتن محمد. ما انا هقول لك 2000 جنيه دول خدنا الدوري في السنه دي خدنا الدوري. كم زي دلوقتي كده ال 2000 جنيه يعني كانوا يعملوا كم زي دلوقتي في الايام دي؟ لا هو طبعا هو بيبقى الامور مختلفه هو ساعتها طبعا رقم احنا خدنا 10000 جنيه 10000 جنيه مكافاه افريقيا و 2000 جنيه دوري وبقى هدايا بقى من مش عارف منين كل محب النادي الاهلي يعني بس يعني بقى عايزين ننقل الروح دي كمان واحنا داخلين على مباراه نهائيه يعني مش ننقل الروح بمعنى ننقل الروح لكن الناس كمان واللعيبه لو بتتفرج علينا تحس قد ايه وحضرتك بتتكلم على الروح القتاليه وان الكابتن مصطفى عبده احنا عارفين كابتن مصطفى عبده ما بيعملش تاكلين كتير لكن من الماتشات اللي زي ديت بنتكلم على فنيات وبنتكلم على خطط وبنتكلم لكن تبقى روح الفانيلا الحمراء وروح النادي الاهلي هو ده كابتن الفارق ما بين يعني هو ده الفارق ما بين اي فرقه من اللعيبه بصراحه. ايوه ده ما هو ده الفرق يعني انت حتى لما بتبقى مدرب وماسك فرقه وعاوزها تكسب حتى لو لعبتك 60% اشتغل مع معنوي الحته المعنويه مهمه جدا والشحن المعنوي مهم جدا. فاحنا مقبلين على مباراه يوم 27 يعني الحاجه الجميله ان بقى النهائي مصري صحيح. احنا عايزين يعني ندي رساله لكل الناس حتى الاعلاميين برافو عليك ما الاعلاميين ما يولعوش الدنيا برافو عليك صح. احنا عاوزين بدأوا من امبارح يعني الناس ولسه هتزيد كمان يا كابتن حتى انا بقول للناس على السوشيال ميديا برضو على الفيسبوك وعلى الواتساب ومش عارف ايه بي بي في ناس غير طبيعيين في كلامهم على من الاهلي على الزمالك ومن الزمالك على الاهلي بدات يا كابتن محمد وكمان مرشحه للزياده يعني حضرتك كنت بتتكلم في اجواء المشحنات والتسخين بدا حقيقي بس الخوف من انه يعني هيزداد في الفتره اللي جايه اليوم المباراه طبعا ما هو المشحنه بتاع الشحن الغير ايجابي دوت ما هو اللعيبه بتخش على الفيسبوك وبتشوف وبتشوف السوشيال ميديا التلفزيون وبتشوف البرامج وبتشوف هينزلوا مش هتبقى مباراه. ايه نصايح حضرتك بقى في الفتره دي ايه اللي المفروض وسائل الاعلام تعمله وسائل الاتصال الاجتماعي ان هي تعمله حضرتك يعني تنصح الاعلام بايه اولا؟ اولا انا عايز اقول للمسؤولين مسؤولي الدوله اتحاد الكوره يعني مسؤولي الدوله كلهم احنا اولا ده نهائي مصري صورة مصر نفسها الكلام يطلع بنشرة للصحافة والإعلام إن احنا لازم يبقى منظرنا كويس احنا لازم مصر دي مصر في الأول والآخر انتماءاتك انت ايه أهلاوي زملكاوي انا عاوز الأهلي يكسب طبيعي يكسب طبيعي. بالروح وبالقتال في الملعب وبشغل المدرب وبشغل اللعيبة وبالروح القتالية يكسب وزي ما بنشوف كده فرقتين في اسبانيا ريال مدريد وبرشلونه بيموتوا بعض في الملعب وبيطلعوا المدرب بتاع برشلونه بيسلم على اللعيبه بتاعت ريال مدريد صحيح. دور يعني المسؤولين ده حضرتك بتتكلم في نقطه مهمه جدا يمكن احنا كنا بنتكلم التعصب نفسه ما بيجيش بس من الجماهير بتاخد الشراره من تصريح مسؤول من تصريح لعيب من تصريح بعض المسؤولين يعني انا بتكلم على مستوى الناديين انا بتكلم كمان على مش يعني ال في بعض التصريحات بتبقى مستفزه شويه دي اللي بتعمل شراره فاحنا بنقول على مستوى المسؤولين احنا طبعا النادي الاهلي دايما مسؤول والجماهير طبعا ما بتصدق كمان فالموضوع بيكبر بزياده فاحنا زي ما انت بتقول يا كابتن احنا بندعو ان الناس دي تبقى هاديه ندعو ان شاء الله ان يوم النهائي ده يكون احتفاليه كبيره جدا يوم تاريخي
احنا كأهلاوية نتمنى اكيد النادي الاهلي، ونحترم طبعا كمان ان الزملكاوي يتمنى نادي الزمالك. أيوة، هو شيء طبيعي، هو يعني شيء طبيعي. انت عايز تلغي رغبته ليه؟ يعني ما كل واحد ليه انتماء، كل واحد ليه رغبه في شيء بيتمناها، لكن في واحد بياخدها واحد ما بياخدهاش. صح، ان شاء الله الاهلي هياخدها كابتن محمد. ان شاء الله طبعا، ان شاء الله قدها ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله هنروح لفاصل، وبعد الفاصل لسه مشرفنا الكابتن الكبير كابتن محمد علي. اتفضل. كابتن محمد عامر كان في فترة الثمانينات أعتقد كان لاعب كبير جدا، انتقل للأهلي وكان أغلى لاعب ساعتها، وكان لاعب خط وسط ممتاز. كابتن محمد عامر من اللعيبة المحترمة اللي لعبت في النادي الأهلي قوي، ما دخل النادي وخرج من النادي ما عملش أي مشاكل، ما سمعناش عنه أي مشكلة. هو اللي أنا فاكره له إن هو كانت في ماتش أهلي وزمالك دخل جون التعادل للنادي الأهلي. كابتن محمد عامر من الشخصيات المحترمة طبعا، وبرضه دلوقتي من المدربين أو اللي كان المدربين الكويسين جدا. وماشي مختار ولعبها بالعرض محمد عامر، هو جول هو جول هو جول. كابتن محمد عامر انا فاكره بالاداء المميز بتاعه، فاكر اول هدف جابه في اول لقاء، كان اول ماتش ليه تقريبا، كان بعد ما الكابتن محمود الخطيب جاب هدفين تقريبا، هو جاب هدف وكان هدف، انا فاكر انه كان هدف مميز يعني. كان في التشكيله مع الكابتن محمود الخطيب، والماتش ده كان مهم جدا، والماتش ده كسب الاهلي 3-0، وكان جونين للكابتن محمود الخطيب وجون للكابتن محمد عامر. حتى في الرحله التدريبيه بتاعته برضك مميز، وما شاء الله عليه يعني، ربنا يديله الصحة. رجعنا مع حضراتكم والكابتن الكبير محمد عامر، واحنا بنتفرج حاسس عايز تنزل تلعب تاني، حاسس كده الاجوان سخنتك وحسيت ان انا عايزك تيجي بقى تلعب معانا في الشمس هناك في والله يعني ان شاء الله باذن الله نلعب حد الثلاث وخميس يعني. حسيت انك عايز الايام ترجع بيك. والله احلى ايام في الدنيا، الواحد كان ينزل عشان يمتع الجمهور، ده متعة كانت عند الواحد كبيرة جدا يعني. احنا كنا اما بنتجمع ونتكلم مع بعض في الاستاد قبل الماتش، ما كناش نقول ما يا جماعة عايزين نكسب عشان مثلا هناخد مكافأة ولا كده، احنا اياميها كان كنا هواة، ما كانش نعم عشان تسعدوا الجماهير. والله ما ده هو ده كلامنا مع بعض يعني، يا جماعه عايزين الناس دي تروح مبسوطه. ف واضح ان حضرتك كمان من الناس الهدافه، كمان بتعمل اسيست كويس وهداف كويس على الجون وعلى المرمى، وعملت جون للكابتن محمود الخطيب. تفتكر يعني الجون اللي انت عملته كابتن محمود كان مهم جدا وتفتكره لغايه دلوقتي يعني؟ بص لو رجعت بالتقرير او في الاجوال اللي جت، في كره انا عملتها من ناحيه الليفت اوفر في وسط السرد باكين على رجل الخطيب، اللي هو الكابتن خطيب حطها يعني ما بين الاوفر من كان انا عند الرايه بالظبط، وانا بجري عملت اوفر للخطيب على في وسط السرد باكين، هو بيجري وسط السرد باكين، انا عملتها له عليه بالظبط، عنده بالظبط. لو جبتها حتى بالرغم ان حضرتك ما كنتش اشول كمان. لا انا ما كنتش اشول، بس انا بلعب بشمالي ويميني يعني، انا مش اشول يعني لكن بتلعب برجليك الاثنين زي الشيخ مثلا او كده او وليد سليمان. لا انا بلعب برجلي اليمين، بس بلعب برجلي الشمال كمان. طب في واحد من اللي اتكلموا في التقرير كان يعني فاكر لحضرتك قوي الجول اللي دخلته، كان الاهلي والزمالك ودخلته في شباك الزمالك، تفتكر لنا ذكرياته؟ كان الماتش ده في 80 81، كان كالوتشاي ماسكنا في المباراه دي، وفي اول 4 دقائق حطيت هدف فينا، كان هدف عكس يعني. مجدي شلبي كان ماشي بالكوره وعدى من شطه وعملها بالعرض، كان سعيد الجداي ساعتها رايح عليها على القائم الاولاني، انا كنت معاه مان تو مان، انا رحت قبليه عشان اقطع كوره اطلعها كورنر، الكوره دي اللي اتعملت مليون مره مش هتخش جول. ليه؟ لان القائم الاولاني يعني لما تطلع بره كده وتيجي تحط رجلك في الكوره لازم تطلع بره، لازم تطلع بره طبيعي، لفت دخلت في الضيقه، وكان اكرامي بقى واقف في الجول،
كرامه قعد يلطم على وشه يقول لي حطيت فينا جول يا عامر، وانا يعني طبعا انا مش قادر انطق، مش قادر اتكلم، الدنيا سودت قدامي. ما هو انت عارف ماتش قالوا زمالك ده ده بيتحفر في اذهان الناس من الماتش للماتش. صحيح. وبعدين مين اللي خسرنا؟ محمد عامر جاب جول في نفسه. فبعد 4 دقايق بالظبط انا اللي جبت الجول. ال4 دقايق دول لو جبت سير المباراه في ال4 دقايق هتلاقيني انا بجري في كل حته فيها الكوره. انا عاوز انا اللي مش عاوز حد تاني يجيب كوره الجول ده، انا اللي عايز اجيبه. وفعلا جت كوره ناحيه المدرجات هناك، المواجهه عند ال18 كده، حسام البدري رمى ناحيه يميننا، يعني ناحيه يمين النادي الاهلي، يمين النادي الاهلي. حسام البدري اوت، رمى مصطفى عبده لمسة. عملها بدماغه لورا، نطت نزلت من تحت 5 لعيبة من الزمالك، فاتت منهم 5 لعيبة من الزمالك عشان تجي لي انا احطها بشمالي في عادل مأمور. انا يعني لما حطيتها كنت فرحان في فرح هستيري يعني، ما كنت طبعا اكيد لان انا كنت عاوز اجيب الجول، وربنا بقى رحم بيا بصراحه. حضرتك قلت ايه يا كابتن محمد؟ انت كنت بتقول دلوقتي ان مباراه الاهلي والزمالك دي ليها طابع خاص. النهارده الدوري والكاس، والنهارده بطوله افريقيا، يعني النهائي في الاول مره في التاريخ بين الاهلي والزمالك، اكيد خارج الحسابات. لا خارج خالص الحسابات. يعني المباراة اللي جاية لابد ان احنا نبقى عاملين حسابها تماما، لان اولا الاهدى عصبين، الاجهز بدنيا ومعنويا، ومش هيتنرفز في الملعب ومش هيتعصب، لان العصبية بتخلي اللعيب يطلع من المود بتاعه على طول. بالزبط. على طول هيكسب المباراة. اولا فرقه الزمالك فرقه كويسه جدا وعندهم عناصر جيده، ونفتكر الماتش اللي كسبونا فيه مين العناصر اللي كانت مؤثره في 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 في, في الجول اللي دخلت فينا، يعني مين اللي كان اسيست في الجول، مين اللي جاب الجول. في بعض العناصر في نادي الزمالك لابد انها يهتم بيها، يعني يبقى تحت اهتمامنا عشان ما نديهاش الفرصة انها تتحرك بسهولة، تعمل اللي هي عايزاه. ده يعني دور ده دور فرجان ساسي، طبعا عندهم مفاتيح، بن شرقي، في مصطفى محمد، راس حربة ممتاز جدا. صحيح. جدا. صحيح. وراس حربة واعد، وانا اعتقد ان هو هتبقى فرصته في الفتره اللي جايه مع منتخب مصر هتبقى فرصته كبيره جدا. اكيد. عندهم واحد مقاتل في الملعب اسمه زيزو. زيزو ده انا بصراحه يعني بحس ان هو فعلا بيلعب بقلب وشاغل الناحيه اليمين دي بشكل كبير جدا. فرجاني ساسي لازم بقى يبقى عليه الاهتمام الكبير، لان هو عنده رؤيه وبيقدر يوصل اللعيبه. ايوه كابتن، بس كل ده هكلمنا على ده دور طبعا موسيماني، واخدك للقصه ديت. موسيماني قادر ان شاء الله ولعبتنا قادرين، او هو قادر يعني خلاص مفاتيح اللعب كل الفرق بقت مفتوحه. سيبهم في صن داونز قبل كده. هو احنا بنتكلم عليه كده. بالظبط. هو بيتكلم علينا احنا كمان، لان احنا موسيماني رايك فيه يا كابتن يعني ممكن يدير المباراه دي ازاي، ودوره الفترة اللي فاتت انت شفته ازاي؟ يعني انت دور برضه موسيماني اعتقد كان دور مهم جدا. موسيماني يعني كان حلم حياته ان يجي النادي الاهلي. ده حقيقي. وهو اعتقد قالها في بعض الاحاديث، وانا بحترمه جدا ان هو قال كده، لان اي حد عاوز يلعب بيحب النادي الاهلي، امنيه حياته انه يلعب في النادي الاهلي. اي حد عايز يدرب، احنا كلنا طبعا. انا وانت والتاني طبعًا. اللي منالش تدريب النادي الاهلي برضو ده حلم لاي حلم لينا كلنا. صحيح. فهو قبل المهمه في وقت، اولا الدوري لسه مكملش، داخلين على تصفيات افريقيا، داخلين على مباراه قبل النهائي فكون هو يقبل. هو راجل ما بيخافش، راجل جريء، وبان شغله يعني بدري فأقل. صحيح. توقيت فأقل وقت. وحتى في اول ماتش ليه كان واقف بره يقول باص فهو بيشتغل شغل اوروبي،
انا عارف انت هتفهم الكلام اللي انا هقوله. يعني اللعيب ما بيحتفظ بالكره كتير ويمشي بيها كتير، فهو دايما بيخلي الكره، عاوز الكره هي اللي تتعب بالظبط، فحتى بيوفر الجهد للعيب يكمل 90 دقيقه. ما هو انت لما تاخد الكره وتمشي بها انديفيدوال وتعدي من واحد والتاني وده يزقك وده يديك بالكوع، مرة تانية انت خلصت، ما انتش هتكمل الماتش بدنيا طبعا. بدنيا مش هتكمل، لكن جايالك باص 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 بتوصل بتلعب لقدام بتوفر جهدك ان انت تنقل نفسك من غير الكورة، من غير ما واحد يخبطك، فانت بتكمل، عندك جهد، عندك الجهد البدني موجود، اللعب السهل اللي بيوصلك لمرمى الخصم بتشتغله وهو مصمم عليه. الحاجة التانية في ربط بين اللعيبة وبعضيها، سواء في الجنب، جنب من الجناب مثلا، جنب اليمين، في ربط بين اللي متطرف واللي في نص الملعب وشحات وعلي معلول واجاييه، الربط دوت والجبهات موجودة يعني بشكل كويس. الربط ده موجود، الربط بين الخطوط وبعضيها موجود، سرعة التلبية، الكرة بتبقى رايحة المعلول عالية وهي رايحة بأجايبي بيجريله عشان يحطله، بيفاجئوا الخصم بالباص السريع، بالتحرك السريع، وده هي دي سمة النادي الأهلي الفترة اللي فاتت وهو عملها بصراحة. يعني ده أنا بحييه على كده، وانا انا انا عارف ان هو مش هيغير كتير في التيم، لان هو حتى في الماتشين اللي هو لعبهم مع الوداد، التغييره الوحيده كانت احمد فتحي، معلول اتصاب، احمد فتحي، لكن بقيه الناس كلها موجوده، أفشى على تقريبا التغيير الوحيد، هو ده التغيير الوحيد، حسين الشحات، كلهم موجودين، يعني كلهم موجودين. فاعتقد ان هو برضو يعني اللعيبه هو مجهزهم كلهم، لان حتى في ماتش اللي طلع الجيش لعب تيم تاني خالص، صحيح، وحتى حاطط كل الناس في الصوره عشان ما يعطلش. والتجهيز ده والتحضير ده مهم جدا كابتن، انت عارف مدير فني كبير وعارف، فخلينا نتكلم برضو على التحضير ده، بس نطلع فاصل بعد اذنك نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل مع الكابتن الكبير محمد عامر. رجعنا مع حضراتكم الكابتن الكبير محمد عامر. كابتن محمد، كنا بنتكلم على عمليه التحضير قبل المباريات الكبيره وقبل مباراه ان شاء الله المباراه النهائي، في مرحله اكيد كل اللعيبه الدوليه حضرتك عارف عندنا اجنده دوليه من يوم 9 لغايه يوم 17. أجندة الدولية طبعا النهاردة الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب، تجمع موجود، يمكن التجمع كان موجود من يوم الثلاث، لكن التجمع الرسمي إن شاء الله يعني كمان هيكون يوم 9 للمحترفين يوصلوا. رؤيتك إيه للفترة الصعبة اللي جاية، اللي إحنا عندنا ماتشين مع توجو، وطبعا حضرتك عارف إن إحنا من خلال الماتشين اللي فاتوا مع جزر القمر وكينيا اتعادلنا، والمباراتين اللي جايين صعبين، ده بتكلم في إطار كمان استعدادات اللعيبه للمباراه النهائيه اكيد عن طريق المنتخب كمان. وطبعا زي ما حضرتك قلت ان المباراتين اللي جايين صعبين، وعشان انا اتجاوزهم احنا عندنا دلوقتي في الدوري خلص وفي فرق وقفت، واختياراتي ما تتعداش الاهلي والزمالك، يعني اختياراتي كلها يعني يبقى 90% من اختياراتي تبقى لازم تبقى من اهلي وزمالك. ليه؟ وبيراميدز كمان علشان وبيراميدز عشان هم قريبين يعني لسه، فعشان تجيب حد بقى بعيد بقى له 7-8 شهور زي رمضان صبحي، وانا وده في علامات استفهام عليه. لو انت يعني انا مش عارف يعني تم 7-8 شهور ما لعبش ماتشات، هتقدر تجهزه في 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 الفتره القليله دي؟ يعني احنا فضل على الماتش قد ايه؟ ماتش يوم 14 18 يعني اسبوع فده صعب، و يعني لازم اختياراته تبقى في حدود الاهلي والزمالك، لان النادي الاهلي والنادي الزمالك هيلعبوا بطوله افريقيا ومش هيقفوا وجاهزين بدنيا وفنيا. ف يعني انا مش عارف بقى يعني في بعض الاختيارات
هو النهاردة كان لي كلام مهم جدا كابتن حسام البدري طبعا عن المنتخب الوطني والمواجهتين المهمتين أمام توجو. خلينا نسمع مع حضراتكم حضرتك والسادة المشاهدين نسمع ماذا قال حسام البدري. تفضل. عملنا القايمة وحطينا في حساباتنا كل الاحتمالات، لسه يعني في أيام متبقية على المباراة الرسمية، وزي ما بقول كرة القدم وارد فيها كل شيء، وزي ما شفنا في إصابات وبتحدث يعني، فبالتالي احنا عاملين حسابنا في الكم وعاملين حسابنا لو حصل إصابات يبقى في بدائل، لكن ما فيش مدرب يعني يتمنى ان هو يبقى أوراقه بتنقص، يعني احنا أوراقنا بتنقص، لكن الحمد لله ان احنا عاملين حساباتنا. لكن انا كمدرب بفضل ان كل العناصر تبقى موجودة، والاختيارات الفنية الأخيرة بقى يبقى الكل متاح، وانا اللي بختار العناصر الفنية اللي تقدر تمثلني في الآخر. في صعوبات كثيرة واجهناها الفترة اللي فاتت، ان شاء الله يعني الفترة دي افضل كتير، ان شاء الله الظروف تبقى احسن، واحنا متفائلين بالفترة اللي جاية. عندنا هدف واحد دلوقتي، احنا ان شاء الله باذن الله الجولات الاخيرة تنتهي في مارس، في مارس ان شاء الله ببداية الجولة دي ان شاء الله هو الطريق يبقى للتأهل للأمم الأفريقية ان شاء الله. الظروف كلها اللي كانت بتتعرض لها الكرة المصرية وتعرضت لها الكرة المصرية، والضغط ومسابقات المحلية، ولابد ان احنا كنا نخوض المسابقات المحلية، وده كان يعني حاجة إيجابية لكن كانت برضو في على الجانب الآخر فيها ضغط كبير جدا، وفي نفس الوقت ارتباطات الأندية بالضغط اللي موجودة فيها، سواء أهلي سواء زمالك سواء بيراميدز، كل ده أكيد بيبقى فيه ضغط، لكن الظروف دلوقتي أفضل، لكن نتمنى إن شاء الله بالحالة الضغط الكبيرة اللي عاشتها الكرة المصرية واللاعبين اللي معظمهم موجودين معنا دلوقتي، يبقى فيه تركيز عن طريق أكيد النواحي الفنية اللي موجودة عندهم وأكيد النواحي اللي موجودة عندنا، لكن الموضوع عاوز طبعا إن هو يبقى فيه بقول تركيز، في جدعنة، في رغبة، في رغبة، لأن الظروف صعبة جدا اللي فاتت دي، فممكن يبقى فيه لعيبة تعبانة، ممكن يبقى فيه لعيبة مجهدة، الكلام ده كله احنا بنقول مرحلة بسيطة، ويمكن كلامي في بداية أول يوم مع اللعيبة ان المرحله دي محتاجه تركيزنا ورغبتنا ان شاء الله ان احنا نحقق حاجه في المباراتين اللي جايين، عشان تبقى خطوه ايجابيه ان شاء الله في مشوارنا للتاهل ان شاء الله. ابتدى كل لعيب بيقول جدول وصوله، وان شاء الله يمكن بمجرد الانتهاء يعني من المواعيد النهائيه هنعلنه لحضراتكم، هنقول مين جاي امتى ومين، بس طبعا كل لعيب يمكن كان في ماتشات هتتلعب 7 واتاخرت يوم، فكان عندنا لعيبه هتلعب يوم 7 فهيجوا 8، دلوقتي اللعيبه هتلعب 8، في 4 من الخمسه هيلعبوا 8، فطبعا هيوصلوا 9، وارد ان هو يكون يوم 9 ما يشتركوش في التدريب الاول، وفي الحاله دي هيبداوا ان شاء الله من يوم 10. ان شاء الله حجازي هو اللي هيجي بدري شويه، وان شاء الله ممكن يكون معانا من اول يوم. الحته اللي انت بتتكلم فيها ديت ما فيش منها اي مشاكل خالص، لو في اي حاجه كنا هنتكلم فيها، ولكن كله مؤكد على مواعيد الوصول، ولو في اي مشاكل طبعا احنا بنسعى ان احنا نحلها، لان طبعا احنا حابين ان احنا نبقى موجودين ان شاء الله موجودين في المباراتين بكامل قوتنا ان شاء الله، لان احنا عندنا هدف ان احنا ان شاء الله خلال المباراتين دولت ان احنا نرجع لصداره المجموعه ان شاء الله. طبعا داخلين على مرحله مهمه بالنسبه لنا، عايزين تكاتف الجميع وعايزين المسانده، ودايما بننتظر المسانده من حضراتكم. كابتن حسام مش من نوع المدربين اللي بيضغط عليهم ولا اي حاجه خالص، وبيشوف وبيعمل اللي هو من وجهه نظره ده لمصلحه منتخب مصر، وده ظهر في مواقف كتير وهيظهر لسه بعد كده في مواقف كتير. احنا بالنسبه للشغل الاداري سريعا، احنا هنخش المعسكر ان شاء الله يوم 9، نتمرن من 9 ل 13 في استاد القاهره ان شاء الله، هنبقى مثبتين الميعاد الساعه 6:30، انتوا عارفين المباراه هتبقى الساعه 9 ان شاء الله، هنخلص المباراه باذن الله وهنرجع الفندق هنتعشى سريعا كده قبل بس ما الاجراءات تخلص. ان شاء الله معانا طياره خاصه هنسافر على توجو، هنتمرن هناك تمرينه خفيفه يوم 15، ده هتكون في ملعب ترتان جنب الفندق الاقامه على طول، 16 التمرينه الرئيسيه على ملعب المباراه.
17 ان شاء الله هنلعب المباراه الساعه 4 بتوقيت توجو 6 بتوقيت القاهره، وان شاء الله باذن الله نرجع، وان شاء الله نبقى نرجع منتصرين باذن الله. يعني من خلال كلام كابتن حسام البدري وأيضا محمد بركات، في حالة من التركيز شديدة جدا في ظل الظروف الصعبة اللي تعرضت لها الكرة المصرية في الفترة الأخيرة. كابتن محمد، تعليقك إيه على اللي قاله كابتن حسام بدري تحديدا، واللي قاله كمان عن إن كل الاحتمالات واردة؟ وطبعا كل الاحتمالات واردة، بس أنا شايف إن الماتش هيبقى سهل بالنسبة لنا إن شاء الله بإذن الله، لأن إحنا عندنا الكم الأكبر من اللعيبة جاهزين، اللي هو لعيبه الاهلي والزمالك ونحط عليهم المحترفين بيلعبوا كلهم الاربعه، اذا كان نني ولا محمد صلاح ولا حجازي وتريزيجيه واحمد حسن كوكا طبعا كوكا متألق يعني. فيعني اعتقد ان يعني احنا ما بعدناش، يعني ما فيش حد فيهم الدوره وقع منه، مثلا اللياقه البدنيه وقعت منه او كده، كل الناس جاهزه، وهو حاطط بدائل وعامل حسابه على اساس ان لو في اي حد اتاخر على التمرين، في اصابه، في كده، حاطط بدائل. وكمان البدائل اللي كابتن بيتكلم على، هو كمان في عدد كبير، حضرتك عارف ان في عدد كبير دلوقتي في المنتخب لان معسكر مفتوح، المعسكر ان شاء الله يومين 9 يوم، فهو بيتكلم على بدائل، خاصة ان طاهر محمد طاهر جاله شد في العضلة الأمامية، وبالتالي اعتقد دي فرصة كمان لمحمود كهربا ان هو يخش في القائمة، لان على المستوى الفني كهربا ماشي بشكل كويس، ناهي، وحضرتك بتتكلم في نقطة مهمة ان هو ناهي الموسم بشكل كويس جدا بالزبط. فنيا كمان كويس، وكان اعتقادي كان برضو كان في تفكير سابق لوجود محمود. انت بتتكلم على طاهر محمد طاهر، ده في كمان رمضان صبحي بقاله فتره طويله جدا ما لعبش، فانت يعني بلاش تيجي على حد في قال كده على فكره كابتن حسام بيفكر انه يعني احتمال وارد بعد خروج او بعد اصابه طاهر محمد طاهر انه بيفكر في محمود كهربا انه يكون متواجد معاه. ده لازم يبقى موجود، لازم يبقى موجود ويبقى موجود معاك عشان تبقى انت واخد كل احتياطاتك. وانا زي ما بقول لحضرتك كده، المباراه هتبقى سهله، لان اولا المحترفين ولاعيبه الاهلي والزمالك جاهزين وجاهزين قدام عيوننا كلنا، احنا شايفينهم في ماتش الوداد وماتش الرجاء. المحترفين احنا متابعينهم في بطوله اوروبا وفي الدوريات بتاعتهم كلهم بيلعبوا وبالامانه بسيره المحترفين لازم اقول برضو كلمه في حق حضرتك، لان برضو بنتكلم على صلاح وتالقه والارقام القياسيه اللي بيحققها. يعني حضرتك فاكر انا كنت ماسك المنتخب الاولمبي وكان في جاي نادي المقاولين وقابلت حضرتك وقلت لي انا عندي كابتن هاني تعالى عندي ليك هديه، قلت لك يا كابتن محمد، قال لي عندي ليك لعيب كويس قوي لعيب اشول، قلت لك ساعتها هو يعني مركزه ايه، فقلت لي بيلعب وينج شمال كويس وينج يمين واشول وعنده سرعات كويسه، تعال بص عليه. فدي برضو حاجه بصراحه تنسب لحضرتك، لان طبعا كلنا فخورين بمحمد دلوقتي بصراحه. لا طبعا هو ساعتها انا كنت ماسك نادي المقاولين وكده، وحتى انت كلمتيني قلت لي انت حابب ترشح لي مين من عندك، فقلت لك تعالى بقى عشان ايه، انا عايزك تشوفه بعينيك. صحيح. وده سنتين هيبقى ميسي مصر. قلت كده كابتن. والله قلت له كده، هو فاكر هاني بس مش فاكر. في السنه دي انا صعدت النني، كان في علي فتحي باك شمال اللي كان راح الزمالك بالظبط، وزيكا، وانا كنت جايب معايا اسمه الباك رايت اللي هو كان كنت جايبه معايا من بترول اسيوط، افتكر لك اسمه. المهم كان في مجموعه كويسه، مجموعه الاربعه دول عملت لهم عقد 5 سنين عشان اضمن حق نادي المقاولين العرب، محمد صلاح والنني وزيكا، كان في لعيب اسمه زيكا ده كان لعيب جامد جدا، بس هو كان دماغه بايظه شويه وعلي فتحي
ده انا اللي عامل لهم عقود في نادي المقاولين في وجودي هناك. طبعا شيء مهم طبعا محترفين، ويمكن يعني شايفين كمان النني ما شاء الله طبعًا. يعني في ماتش مانشستر يونايتد كان مان اوف ذا ماتش، يعني حاجه جميله جدا يعني بصراحه. كابتن محمد، حضرتك دربت في اكتر، يعني ضربت اكتر من فرقه في دوري المظالم، ايه الاصعب، التدريب في دوري المظالم ولا الدوري الممتاز؟ اصعب شيء دور المظالم اللي تحت. اولا بتروحي ملاعب مش كويسه، بتلعبي فرق مجهوله ما انتش عارفاها، لكن الدور الممتاز كله مذاع في التلفزيون وكتاب مفتوح لكل المدربين. انا ببقى شايف الفرقه اللي ماسكها هاني، وهاني شايف الفرقه اللي ماسكها محمد، وكتاب مفتوح بنقدر ان احنا نواجه بعض، ونقدر ان احنا نشتغل على كل واحد يشتغل على الفرقه اللي قدامه، ويحط الخطه اللي هو عاوزها وطريقه اللعب اللي تناسب المباراه او الفرقه اللي جايه له. لكن بس دوري المظالم بيصعد اهوت، عندنا ثلاث ما شاء الله يعني انديه صعدت خلاص للدوري. طبعا هو بس انا بقول لحضرتك ان هو الشغل فيه مش سهل صعب. عايز كمان يبقى في متابعه، وتروح تتفرج على الفرق الثانيه، ويعني شغل وملاعب سيئه جدا. ما دي المشكله كمان، الملاعب سيئه. صحيح. الملاعب دي يعني من الحاجات اللي يعني بتخلي مستوى الكره متدني جدا، لانك احنا عايزين نهتم بالقسم الثاني بشكل افضل، على المستوى التنظيمي كمان، على مستوى زي ما حضرتك بتتكلم على البنيه الاساسيه تكون افضل شويه، لان هي ديت زي ما حضرتك عارف في ثلاث انديه دلوقتي صعدوا. حضرتك يمكن كنت اشتغلت مع بترول اسيوط في الممتاز وصعدت بيهم للدوري الممتاز. المرحله ديت بتبقى فيها تحديد مصير بشكل او باخر، لان انت كهدفك انك عايز تطلع الدوري الممتاز، انك على الاقل الهدف الاكبر انك تقعد في الدوري. راي حضرتك في الثلاث فرق اللي وصلوا، غزل المحله، بتتكلم على البنك الاهلي وسيراميكا، الحظوظ الافضل في الفرق ديت، في الثلاث فرق دول للبقاء في الدوري او للظهور بشكل مميز؟ هو يعني احنا نفسنا غزل المحله فريق جماهيري، وانا كنت يعني قبل ما اخش كنت سامعكم بتتكلموا على الفرق الجماهيريه. لان الجمهور دوت هو اللي بيطلع الابداع من اللعيب، هو اللي بيطلع دوافع اللعيب. ماتش بدون جمهور هتلاقيه زي التقسيمه، هتلاقي النهارده الدوري الانجليزي الماتشات صعبه جدا على الفرق اللي دايما بتنافس على الدوري، فتلاقي فرقه من تحت، مان سيتي مان يونايتد ليفربول النهارده بقى ظهرت فرق يعني بتكسب وبتجيب جوال يعني عامل الجمهور دلوقتي مش مؤثر معاهم، لانه بره عامل الجمهور بيطلع دوافع اللعيب. يعني فرقه ليفربول لما بتلعب قدام جمهورها غير لما بتلعب في في في, في ملعب ما فيهوش واحد بيتفرج. بتفرق أكيد. فاحنا بنتمنى طبعا غزل المحله يبقى موجود، لانه ده فريق عريق. صحيح. ونتمنى ان هو يبقى موجود على طول في الدوري الممتاز. لكن هيفرق مع غزل المحله وسيراميكا والبنك الاهلي، هيفرق الامكانيات، مين معاه فلوس هيجيب لعيبه، مين معاه فلوس هيجيب مدرب كويس، مين معاه فلوس هيجيب جهاز على اعلى مستوى يقدر يقود في الدوري الممتاز. صحيح. احنا بنتكلم على كيان كبير. مزبوط. هو غزل المحله، لكن مفيش امكانيات، هيضطر بقى يشوف لعيبه في الدرجه الاولى على قد فلوسه بقى. مزبوط. ما هو انت ما تبقاش يعني ما معكش فلوس وعايز تاكل تفاح، هتاكل تفاح بس هتاكله مفعص ومعطب وكده، لكن عاوز تجيب لعيبه لازم يبقى في امكانيات. فلازم غزل المحله الناس المسؤوله اللي هناك توفر الامكانيات للمدرب اللي هيبقى موجود عشان يجيب لعيبه تساعده في الدوري الممتاز. الدوري الممتاز صعب مش سهل. كلمة أخيرة حضرتك توجهها، وحضرتك من النجوم الكبار اللي حققت دوري أبطال أفريقيا في سنة من السنين، كلمة توجهها للعيبة وهم داخلين على مباراة يوم 27 نوفمبر.
اقول لهم يعني ما يعني ركزوا في المباراه، كل هدفكم ان انتوا تكسبوا المباراه، لكن ما فيش اي حاجه تقودكم للعصبيه ولا الشد عصبي، وعشان ما تطلعوش بره مود المباراه، لان حاجات كتيره ممكن تحصل في سير المباراه ممكن تخرجكم عن 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 المود، لكن وتخسروا الكاس، واحنا عاوزين نكسب الكاس للمره التاسعه ان شاء الله باذن الله. وانا بقول لك يا هاني وبقول لك يا سهام ان احنا ان شاء الله راح نتجمع هنا يا رب ونحتفل بالكاس باذن واحد ان شاء الله. ادعي يا كابتن. والله بدعي والله والله ادعي بجد والله انا بدعي كل يوش كل شويه. اي حد لعب في النادي الاهلي بيحب النادي الاهلي ازاي يعني؟ النادي الاهلي ليه فضل علينا بعد ربنا سبحانه وتعالى. سامعاك يا برجاوي، سامعاك يا برجاوي. ادعي يا برجاوي، كلنا ندعي، كلنا نقول يا رب ان شاء الله مش بعيده، مش بعيده ان شاء الله، مش بعيده ان شاء الله. كابتن حضرتك نورتنا النهارده، انا بعتبر ان دي سهره خاصه في البيت الكبير مع الكابتن الكبير كابتن محمد عامر. شكرا جزيلا لك والله، نورتنا وشرفتنا. ويمكن مع نهاية الأسبوع ختامها مسك زي ما بنقول، حضرتك شرفنا. أنا سعيد جدا أن أنا معاكم النهارده والله، خاصة أنت يعني أنت عارف أن بعزك قد إيه والله، ربنا يكرمك الله يخليك. دي كانت طبعا نهاية أسبوعنا هنا في البيت الكبير، إن شاء الله بداية أسبوع جديد إن شاء الله يوم الأحد الساعة 10 مع يوم جديد في البيت الكبير.